فكرة تاكسي طاير. تاكسي طاير تاكسي طاير ازاي يعني؟ تاكسي طاير هيمشي في الجو يعني؟ هو حلو بدل الزحمة اللي احنا فيها دي والعربيات تركب فوق بعضيها يبقى في تاكسي مش فوق العربيات. مفيش حاجة اسمها تاكسي طاير. اما التاكسي العادي اصلا مش عارفين يمشي في الشوارع، يبقى في تاكسي طاير ازاي؟ لما يصلحوا مثلا المرور او اشارات المرور يبقى نفكر في تاكسي طاير. ده لما ده ما حصلش بره في اوروبا يبقى هيحصل امتى في مصر؟ ولما الفرد تنام بقى يقع بقى يعور الناس في الشارع ولا ايه؟ طب ايوه ينزل ازاي؟ خليه طار التاكسي ينزل ازاي؟ طارت يعني فصل كهرباء فصل ميكانيكا فصل حاجة يقع يعني يعور الناس ولا هيبقى ازاي؟ لما عاوز اركبه هروح في المكان كأني رايح مطار. ما وقف واستناه. وقفوا فين؟ السلام عليكم. بالموبايل بقى، هيبقى في موبايلات بقى لهم بقى يعني، يبقى معانا موبايلات لهم نتصل بيهم بقول له لو سمحت انا عايزك. ما اعرفش اذا اوقفوا ازاي دي. هنوقف ايه؟ مش عارف بصراحه، ما فكرتش فيها. وبعدين الطياره تاكسي ازاي؟ هيبقى في طياره تاكسي هنوقفها؟ لو مثلا انت راكب تاكسي وعايز اركن يبقى على السطح الجاي. يعني ممكن السطح اللي بعديه يبقى هو الجراج بقى. الحكومه بقى تتفق بقى مع العمارات، يبقى في مثلا كل محطتين يبقى متفقين مع سطح. نزلت على السطح، انزل بقى السلام عليكم واخبط على البيبان وانزل وارضي في الناس. ما هو اكيد بقى لازم يتفقوا بقى مع تكون العماره مش عاليه قوي، يعني يبقى التاكسي بيقف في الخامس عشان يعني لو الواحد مفيش اسانسير فينزل خمسه على رجله في مشكله. اي كانت فين امازن؟ مش عارف صراحه. اقول له نزلني هنا وانط انا بقى. ده تهريج، واكيد البرنامج ده برنامج كوميدي.